28/9/2015 تم استهداف ناحية التمانعة بمروحتين براميل. المروح الأول نفذ برميلين على التمانعة، والمروح الثاني أيضا نفذ برميل ونفذ 16 استوانة جارة غاز. واحد جرار الغاز كما ترون اللي ما فجرت على ناحية التمانعة. طبعا بعد الاستهداف ناحية التمانعة بالبراميل تم استهداف ناحية التمانعة من إمعان ومن النقطة السادسة من مورك بتقريبا 7 أو 8 قذائف بعد أن نفذت المروحة. والحمد لله رب العالمين، الضربات كان على سلام، وما بنحسن بنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.